السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. بدأ إطلاق هواوي لساعتها الذكية ووتش فيت العام الماضي، والتي كانت تجمع بين مميزات الساعات الذكية والسوارات الرياضية، مما جعلها تحقق نجاحا كبيرا بين المنافسين، ولا سيما وأنها تأتي بسعر أقل من 120 دولارا أمريكيا. والآن تطلق هواوي نسخة مصغرة من الساعة مع بعض الإضافات تحت اسم هواوي ووتش فيت ميني، والتي أصبحت متاحة للشراء في بعض الدول الأوروبية. ووتش فيت ميني هي الإصدار الأخف من ساعة ووتش فيت، وتزن حوالي 20 غراما فقط. وهناك ثلاث خيارات لونية لأحزمة المعصم، الأبيض والبني يأتيان من الجلد، والبنفسجي مصنوع من المطاط. تأتي الساعة بهيكل من الألمنيوم مع واجهة سفلية من مادة البوليمير، وتتميز بشاشة لمس من نوع أموليد مقاس 1.47 بوصة بدقة 368 في 194 بكسل، وكثافة بكسل التبلغ 282 بكسل في البوصة. وتأتي بخلفيات وثيمات متعددة للتغيير بينها. تأتي ساعة ووتش فيت ميني مزودة بمستشعر SPO2 لتتبع حالتك الصحية ومعرفة نسبة الأكسجين في الدم، وهذه الميزة لا نجدها إلا في الساعات الرائدة. توفر الساعة أيضا 96 وضعا للتمرين، ويمكنها تتبع نومك من خلال الميزة المعروفة TriSleep الإصدار الثاني. تأتي الساعة مع مقاومة للماء TM5، وهي أعلى شيء موجود حتى الآن، إضافة إلى أنها تشتمل على مستشعر IMU سداسي المحاور، يعمل كمقياس تسارع، ومستشعر جيروسكوب، ومستشعر بصري لمعدل ضربات القلب. يمكنك إقران الساعة مع هاتفك الذكي سواء الآيفون والأندرويد، واستعمالها كزر لالتقاط الصور أو للتحكم في الموسيقى أو للرد على المكالمات أو تلقي الرسائل النصية. تأتي الساعة مع بطارية بقوة 180 ميل أمبير، والتي تدعي الشركة أنها يمكن أن تدوم 14 يوما في المتوسط بشحنة واحدة ولمدة 10 أيام تقريبا عند الاستخدام المكثف. ويمكن إقران ووتش فيت مع هواتف هواوي واستعمال تطبيق هواوي هيلث للحصول على المزيد من المميزات. أما عن السعر، فتكلف الساعة مبلغا قدره 115 دولارا أمريكيا، وهو سعر مناسب إلى حد كبير بالنظر إلى كل هذه المميزات، وبالخصوص الشاشة والبطارية. كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.